جميلة بحمرة، هي ماشي جميلة، بس هي حمرة شبه
الراد اسفيكسيا 3 سي سيانايد كولد تمام. طيب يبقى مش كل الاموات هيبقوا بي. حاجه كمان، هو انت لما تدخل تلاقي واحد وايت تعلن وفاته من الوايت كلر، مجاز انيميا، مجاز توماتوز، مجاز دي هايدريتد شوك. ده يبقى الوايت كلر نوت هي الكلر نوت انديكاتيف اوف ديث. هتقول طبعا صح، مش دي اللي هشخص فيها وفاه ومش دي اللي بوست مورتم. لا، ممكن تبقى انتي مورتم، ها، للناس اللي هم الانيميك اللي عندهم هانريج نزفوا فبيبقوا بين طبيعي، صح كده؟ طب ده اول سؤال، خلاص خلصنا السكيل. ادخلي بقى على الايز وحواء. الايز ارسلي، انتوا خدتوا اوبسرمولوجي ولا لا؟ لسه؟ في رسمه طبعا انتوا عارفينها، رسمه العين يعني المشهوره او اللي كتبتوها دايما كده اهي. ادي الاي تشين دي كلها ارقام بقى علم عليها. علم عليها باري 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 امبورتنت. الصبح كده. أول حاجة هنتكلم فيها إيه؟ هنتكلم فيها الكورنيا، ثاني حاجة السكليرا بياض العين، ثالث حاجة الراتنا الباسل أو الراتنا، أربعة هنتكلم على الكوبل، خمسة هنتكلم على الإنترا أوكيولار بريشر. دي اسمها الأي تشينجز بكل الأرقام. خلي بالك الشابتر اللي أنا هقوله المرة الجاية التغيرات دي، ما خلاص مات يا ستي، ما تهمسينا ليه بالتغيرات في بعض الوظائف. هدوسك ليه؟ عشان الميديكال ليجال امبورتنس بتاعته دايما واي اند وين اند وير، واحيانا نقول هو احيانا يعني خليها في الاخر. دايما اول ما واحد بيموت اسال كده، ايه ده مات من ايه؟ ومات امتى؟ اهم سؤالين احنا بنسالهم احنا برضه كطب شرعي دايما واي اند وين. الصبح عايز يسمعها مني واي اند وين، هو عايز يسمع مني وين، وعايز يسمع مني واي. انتحار، سلام عليكم الحمد لله انا مش هشتغل. الصبح مش هشتغل، ده انتحار. فده الناس برضه يحبوا قوي الانتحار، يقول لك هتشغليني يوم سايدل، يعني انا عندي 100 قضيه، ده انا عندي 70 قضيه لسه مفتوحين، هتجيبي لي كمان 71 لاخر السنه، عنده امتحان زيه زيك، كلنا عندنا امتحانات اخر السنه. هيقولوا عندك كم قضيه؟ عندي 100 قضيه. وجبت كم اسيلا؟ جبت 2. يلا على المرور، انزل اقف في الشارع، انت مش فاتح مباحث. فشل المباحث، اما من 100 قضيه جايب 2، هما بيبقوا مرعوبين ان القضايا، فيتمنوا ان القضايا تبقى انتحار، عشان تعالى مش هشتغل كده، القضايا اتقفلت. بالظبط. المباحث ده من اسكى الارض، لازم، يعني مش بقول لك من اذكى ان هو اذكى، لا، ظبط المباحث اللي هم بيحطوه في المباحث، اللي هو يدخل كده من الباب ياخدنا كاميرا، هو ده الظبط. ياخدنا كاميرا يعني ايه؟ يعني بعد ما يخرج يقول لي كان في واحد قدام لابس كذا، كان في واحد متوتر في الصف الكذا، بيبقى عنيد، لازم يبقى عنيد مع كل الناس، ولازم يصاحب كل الناس. يعني مفيش حاجه اسمها انت مصاحب ظبط بقى صاحب البواب والكناس والرجل الاعمال والمش عارفه، لازم ليه؟ بيتلقى معلومات. ما هو لازم يتلقى معلومات، واحد اتقتل في العمارة لازم يصاحب كل اللي بيتردد على العمارة الكناس والسقف كله. فهو انت ما بتيجي تقول له ايه؟ كلمه واي اند وين، اقول له لا ده اتقتل هتشتغل. وين؟ كلمه وين مات امتى؟ انا من الشغل بتاع المحاضره دي اللي هي اللي بدات دلوقتي هي الاي تشينجز، وبعد كده اجي اقول له ده مات امبارح بالليل حوالي من 12 بالليل ل 2 الصبح. ليه؟ هيبتدي يشوف مين اللي دخل العماره امبارح قبل 12. لكن انا لو قلت له ده مات النهارده هيجي يسال بقى هو مين ظابط؟ يقول له اصل في مش عارفه واحد دخل، انا عايز اعرف النهارده مين اللي دخل النهارده عليه، ده كان صاحي لغايه النهارده، في حد دخل عليه النهارده، يعني هو بيكوريليت بكلامي. اما اجي اقول له مثلا ده مات من يومين، يبقى هو لازم يدور من يومين مين اللي دخل العماره، مش يبتدي يدور على النهارده بس. لا، انا عايز اعرف من يومين مين اللي دخل له. هو كان لوحده من يومين او ثلاث ايام، يقول له بس ما شفتوش بعد كده، لا انا عايز اعرف مين من يومين. الدكتوره بتقول ده مات من يومين ولسه مكتشفينه النهارده من ريحته، ريحه التعفن يعني. تمام؟ فعشان كده الشابتر كله عشان يقول لك واي اند وين اند وير،
احيانا. وير يعني ايه؟ The position at time of death and whether it changed or not. انا ممكن اقتلك في حته واقوم جايه ورميك في الصحراء. بس انا كنت اكلاك في منطقه الزقازيق اللي عند الطينه وانت متعصب الطينه ورحت جاي ورميك في الصحراء. انا كطبيب شرعي اجي اقول له لا هو ما ماتش هنا، ما قتلوش هنا. ده اتقتل في حته فيها طن، اتقتل في حته فيها نيل. فينبسط قوي يقول لي ايه قرب روحي، يعني زي بتوع القاهره والجيزه، مباحث القاهره ومباحث الجيزه. تبقى الجثه في الميه كده في النيل. في حدود، في بوردر، محافظه الجيزه لغايه البوردر دي، محافظه القاهره لغايه الحته دي. فاحيانا هم يعملوا ايه؟ يقوموا جايبين عصايا ويحدفوا على محافظه الجيزه، بتوع القاهره يحدف على الجيزه. عشان ايه؟ يكون اشتغل شويه في قضاياه. فهي مناطق عشان اقول له لا ده جرف الطيار، الطيار جايبه من حته هتعرفه بالانش والطحالب. الطحالب دي مش موجوده في نيل القاهره، دي موجوده في نيل الصعيد. يبقى هو جاي محدود من نيل الصعيد. جاي يبقى مباحث القاهره اتكلم مباحث الصعيد، تعالوا خدوا قصتنا مش بتاعتنا اشتغلوا فيها. فاهمين يا ولاد؟ ويشوفوا مين المتغير، المتغير في الاسم. ده اشتكوا ان في واحد متغير من يومين. هي بتيجي كده، القضايا بتيجي كده. طيب عشان تعرف اهميه الشابتر ده واي اند وين اند وير، تعالى بقى الاي تشينجز. الاي تشينجز بتحصل فيها تغيرات. ايه التغيرات؟ تعالى مثلا في البيوبل، هبتدي في البيوبل عشان انتوا لسه يعني سامعين. البيوبل لو جيت عملت تورش تمام؟ خلاص نوري، خلاص نوري فلكس، مش هترد عليك، لاست. تعالى شوف منظر البيوبل للميت. الاول دايليتد، بعد شويه كونستريكتد، بعد شويه دايليتد. يا شيخ لوحدها كده للاموات؟ اصلها مصل. وانا قلت لكم مصل بيحصل لها ايه؟ برايمري فلاسيديتي، بعدين رايجر مورتس ريجيديتي كونستريكتد يعني، بعد كده ساكن فلاسيديتي اجي دايلاتيشن. يبقى هتمر بالثلاث مراحل دي الاي تشينجز بتاعتنا. خلاص؟ طب ما فيهاش ارقام لغايه دلوقتي. تعالي الكورنيا بقى. الكورنيا لوس اوف ريفلكسز، لو جبتي قطنه كده تعملي يعملك يبقى لا ما عندوش. انا اللي يهمني في الكورنيا السحابه بالسينا اهي، واحفظها معايا بقى دلوقتي. بتحصل بعد ساعتين من الوفاه بالسينا اهي العربي اهي. سحابه بعد ساعتين، سحابه بعد ساعتين. ايه السحابه دي؟ قال لك الكورنيا ليا وعندي وعندك لما نبص لبعض كده فيها لمعان الحياه، يسموها لمعان الحياه، الترابيزه لامعه اهي ونضافه ما فيهاش تراب. بعد الوفاه. اما الشخص يموت بعد الوفاه وعينيه تفضل مفتوحه. هيحصل ايه؟ شويه ميوكس هيفضلوا فوق. ميوكس من العين هيفضلوا فوق، ليه؟ ما عادش فيه درينج، خلاص الدرينج توقف. الراجل مات. فالميوكس يتجمع كده هنا. ويلزق عليه اي وساخه من الاوضه، فايبرز، اي حاجه تراب، يفضل يتجمع على العين المفتوحه، زائد النكروتيك سيلز او سيلولر ديبري، خلايا ميته مع الميوكس، فتعمل لك ايه؟ خلاص ما عادش فيه لمعان الحياه، يقول لك جه اوباسيتي، جه سحابه. السحابه دي عشان اول ما تشوفها تقول ايه؟ ده عدى عليه ساعتين، السحابه ما بتحصلش قبل ساعتين، يبقى عدى عليه ساعتين اول ما تشوف السحابه. يبقى ده اول رقم، سحابه بقى في الكورنيال فاست. تعالى للسكليرا، بياض العين. بياض العين بيجي عليها وساخه برضو، وساخه مشهوره بايه؟ تريانجل اسود كده. برضو نفس الميكانيزم، نكروتيك سيلز مع الوساخه. نكروتيك سيلز مع الوساخه وبتبقى لونها اسود. دي بقى واحد فرنساوي هو اللي اكتشفها. قال هم ليه الاموات بتحصل لهم البقعه السودة دي؟ فسماها ايه هو بالفرنساوي؟ سماها تاش نوار دي لا سكليروتيك. تاش نوار، نوار يعني اسود، تاش يعني بقعه. بقعه سبوت سودة، تاش نوار دي لا سكليروتيك على السكليرا. نقلبها فرنساوي عشان تحفظ بتي تروا ثلاث ساعات بعد الوفاه. تروا ثلاثة، يبقى السحابة بعد كام؟ ساعتين. التش بعد تروى من الوفاه، بعد ثلاث ساعات من الوفاه، اول ما اشوفها اقول ده عدى عليه، طب دليل ان انا شفت دي، قبليها مش هشوفها. خلاص؟ نيجي حاجه ثانيه، خلصنا الكورنيا، خلصنا السكليرا، خلصنا البيوبل، نيجي للراتنا بالاوبسالموسكوب كده، ندخل على الميه كده ونبص عليه. نبص عليه هنلاقي ايه؟
هنلاقي عامل زي قطر سكه حديد الريتينال بينز كده متقطع متقطع، انا بسميه ايه؟ بسميه فراجمنتيشن اوف ريتينال فيسلز. فراجمنت متقطع، شويه في دم شويه ما فيهمش دم، شويه في دم شويه ما فيهمش دم، لان مفيش بلاد بريشر خلاص. فبيبقى الدم متقطع فراجمنتيشن بالاف. 15 مينتس بعد 15 دقيقه من الوفاه، احفظ الارقام دي زي عينيك. يبقى التاش نور بعد كام ساعه؟ سحابه ساعتين. الفراجمنتيشن 15 مينتس. واحد شافها كده بالقطار قال لك يا عم زي قطر سكه حديد، فسماها تراكنينج اوف ريل ويز. تراكنينج اوف ريل ويز يعني عامله زي عربيات السكه الحديد. على فكره الفراجمنتيشن دي ات از ريلايبل ساين اوف ديث، يعني لو انت مزنوق قوي يعني اعمل بالاوكسالوسكوب شفت الفراجمنتيشن شكرا ده مات. الحته ليكوا بقى يعني ولا كوما ولا يعني برين ستيم مش هتشوف الفراجمنتيشن، الكوما مش هتشوف الفراجمنتيشن، يوم ما تشوف الفراجمنتيشن تطلع رابع للوفاه وعلى كده. يبقى الفراجمنتيشن هي الفراجمنتيشن دي مش في العين بس، ده في كل الجسم، بس هي بتبقى ظاهره لك بالاوكسالوسكوب 15 مينتس، فمش كتير ربع ساعه احنا نقعد يعني. يبقى فراجمنتيشن 15 مينتس. فاضل لنا مين بقى؟ الانترا اوكيولار بريشر. هيعلموك كده في الرمض الانترا اوكيولار بريشر حوالي من 20 ل 25 مليمتر مربع حوالي كده. اعمل بقى التايم اوف ديث، التايم اوف ديث هيبقى 10 مليمتر مركري. ساعة الوفاة بينزل النص على طول، النص 10 مليمتر مركري. بعد ساعتين بص الاثنين بتاعتي، بص الاثنين بتاعتي 2 اورز اهي عامله زي ايه؟ زي زد زيرو، خلاص ما عادش فيه بريشر خالص، العين اتصنتم. يبقى تاني الارقام دي زي عينيك، الارقام دي زي عينيك. الفراجمنتيشن بعد كام؟ فراجمنتيشن 15 مينتس. السحابه ساعتين. التاش نور بالواد يجي للانترا اوكيولار بريشر 5 10 مليمتر مركي. بس مش دي اللي هيساله فيها، هيساله دي الزد امتى تبقى زد زيرو؟ الزد بتاعتي عامله زي ايه؟ زي 2 اورز، يبقى بعد ساعتين بيكام زيرو. اما بتعمل كده اجي اقول له على فكره عدى عليه ساعتين، على فكره عدى عليه ربع ساعه، على فكره عرفت منين من الحاجات دي؟ ولسه الدروس اللي جايه البرايمري فلاسيتي السكندري فلاسيتي هتعرفها من ايه؟ من الدروس اللي ايه هنشتغل فيها. خلاص؟ اقول كده صمام وخلاص. برايمري فلاسيتي والسكندري اشتغل فيها ولا قفلته؟ يوم طويل مش كده. عايزه حد فيهم يبقى كونتاكت، يعني سنه رابعه كونتاكت معايا بحد كونتاكت معايا طيب. حد تليفوني؟ هتيجي كونتاكت معايا بقى، انتوا عاملين جروب للدكتور صح كده؟ كونتاكت معايا في المواعيد، يعني مواعيد اللي ايه؟ ما تكونش دعوه بالجدول، انا بشتغل مع نفسي. اكوردنج لمواعيدكم. المحاضرة الجاية اللي هي بعيد الأسبوع المفروض النهاردة تمام؟ أنا أي يوم يعني بس تعرفوني نتفق مع بعض إيه المواعيد المتاحة ليكم. أنا بحاول بس معلش هعملها فيس تو فيس. أنا الأونلاين ببقى يعني بشرح كده بس ما بقولش الله يا مصري، يعني ما بقولش شغل يبقى معاكم يعني ايوه بس انا هفضل يعني انا بس بطلع على الاول بعد كده.
اه النتيجه الماده كلية الكورتكس الاهميه التربيه الشرعيه انت هتطلع تقول ايه النيابه بالظبط ايه هيستفيدوا من كلامك ده ايه هيستفيدوا من الدرس ده ايه نشرح وخلاص تمام زائد او ناقص الفاكتورز افكتنج للدرس الفاكتورز بقى الثلاث دروس بس اللي هنتكلم على الفاكتورز حاجه اسمها كولينج التبريد رايجر مورتس والبيتريكا ما عندناش فاكتورز ثانيه او دروس ثانيه بتتاثر ايه هنبتدي النهاردة افكرك مرة تانية كان عندي فايل لاين كده البني ادم هنا بنقوم قايلين البقاء للدرس ومنهج الدرس كان في وفاة تانية اسمها ايه لو تفتكروا طلاب ده قلنا مجازا يعني نص ساعتين كده مجازا تعالى نفكر كده على الرسمة قبل ما نبتدي البني ادم اول ما بيموت بيجي له حاجة اسمها برايمري بلاتيت البي دي 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 برايمري فلكسيتي بتاخد بير اور تقعد ساعتين تقعد ساعتين بعد الوفاه عشان مين هيجي هنا الرايجر مورتس عشان كمان شويه مين هيجي هنا السكندري فلكسيتي يبقى حطها كده على التايم لاين بتاعتك عشان هنلعب فالبرايمري فلكسيتي بير اور تقعد ساعتين بعد الوفاه بوز كده بير اور عشان نفتكر احنا خدنا ارقام وهنقعد نعيد في ارقام العيد حتى. تعالى نتكلم دلوقتي بقى افكركم المره اللي فاتت برضو قلنا ان احنا هنقسم ثلاثه كولوم. اول كولوم حاجات هتحصل في السكيل وحاجات هتحصل في الايس وحاجات هتحصل في المصر. ده كان الكولوم الاولاني. الثاني كنا قلنا هيحصل ثلاث دروس أربعة حاجة اسمها كولينج، خمسة حاجة اسمها هايبوستاسيس، ستة هيتعصب خلاص بس اسمها بريتريكشن. لو بريتريكشن رفضت إنها تيجي وقالت والله ما أنا جاية، يبقى في ثلاث أخوات هينزلوا. حاجة اسمها أزيبوستير التصبغ أو التشمع، حاجة اسمها موميا موميفيكيشن، ثلاثة البيبي الصغنن ده في البطن مالته إن شاء الله في تدرس اسمها التسلق أو المساج. النهارده احنا بنقول خلصنا السكيت خلصنا الايس دخلنا على المصر المصرز هتمر بثلاث مراحل برايمري فلكسيتي رايجر مورتس سكندري فلكسيتي اول حاجه هندرسها بقى النهارده ايه البرايمري فلكسيتي والسكندري فلكسيتي نعملها جدول ونقص نقول كل المعلومات اللي نعرفها بجدول ونقص خلاص هنقول بناء على ايه بناء على انتهائي بحيث انك انت ما تتلخبطش الشابتر ده لكن احنا لو اخذنا وفهمناه ومشينا على سكيما هنفهم ان كل درس مطلوب منك كده مش مهم بقى مكتوبه ورا مكتوبه قدام مكتوبه في الطريقه دي صح مش مهم هتقول مين قبل المهم المعلومه عندك فاهم طيب ديفينيشن يعني ايه برايمري فلاسيديتي برايمري فلاسيديتي يعني complete muscle relaxation ولانت الايد ورا كله هيحصل له ريلاكسيشن تاني دي باند امان هي اللي بتحصل ليه بتحصل؟ loss of muscle tone المسل تون خلاص مفيش ريفلكسس خلاص مفيش اي حاجه خلاص عشان كده بنقول بقاء لله طب امال يعني ايه secondary facility؟ it is muscle relaxation مفيش حاجه complete muscle relaxation voluntary deep breathing مفيش حاجه طب هي ليه بتحصل؟ لا دي بتحصل متاخر متاخر ماشيه مع البيوتريفاكشن اللي هيحصل هنا يبقى بتحصل ليه؟ عشان اوتوليسيس البيوتريفاكشن ادي العضلات ابتدت تحصل بقى اوتوليسيس البروتينات كلها بتتكسر الجسم كله بيتكسر يبقى في الاول انا اول دقيقه انا مرخيه كده الاولي الارتخاء الاولي اسمها برايمري فلاسيديتي بعد ساعتين بالظبط ابتدي فك من فوق لتحت لسه هنقول الريجيديتي كونتراكشن بعد فتره هيدخل عليا السكندري فلاسيديتي اقوم ليه دخل عليا اتاري الجسم ابتدى يتعفن البكتيريا هتطلع وبتعفن فعفنت العضله فهتتاخد مره
يبقى انا عرفت الديفينيشن وعرفت ديبند ابون ومزايا بان وشكل بان بس اختلاف في الاسباب. ادي الديفينيشن وادي ديبند ابون. ديسكرايب ممكن لو سمحتي تشرحي لي الميت هنا شكله ايه والميت هنا شكله ايه. تعالى في البرايمري فلاسيد حاجه بنسميها بيسفول لوك منظر سلامي. سلامي هوش عامل كده ولا مقشر ولا عامل كده ولا متنرفز كانه بيضحك. بيسفول لوك ايه بيسفول لوك دي بقى؟ هتلاقي فيها دايلاتيشن اوف ذا بيوبل. ما البيوبل ما هي الا مصر، قلت لكم المره اللي فاتت البيوبل بتمر ثلاث مرات زي المصر خلاص. هتلاقي ايه؟ هتلاقي دروب اوف جو يفتح بقه ريلاكسيشن. عشان كده تبص تلاقي الاهالي كلها اول ما يلاقي الميت فتح يقوموا جايبين زي الفوطه ولا بتاع رابطينه عشان يقفلوا له الجو، لان كمان ساعتين مش هيعرفوا يتفلوا هيتخشن. مش كده بتتصرف حرام بقى هيقول لك سيبيه. حاجه دينيه حاجه هي مش علميه هيقول لك حاولي خلي منظر الشكل بس فحاولي قفليه خلاص. طيب يبقى dilatation of the urine drop of jaw drop of urine and stool. ايه ده ده الميت صاحي بيعمل تولد على نفسه؟ لا ما خالص. سفينتر ريلاكسيشن انا قلت لك ريلاكسيشن اوف فولانتري دي انفولانتري خلاص. المنظر هو ده الديسكريبشن. واحد نايم خالص ريلاكسد كومبليتلي ريلاكسد مفيش اي ريفلكس ولا اي حاجه ولا ها والبيسفول. طب منظر ده مين؟ لا لسه كمان حبه هقول لك منظره. منظر التعفن ايه؟ السكن فاسيلتي واحد عامل كده وداخل عليه تعفن. اوكي؟ طيب يبقى خلصنا الديسكريبشن. الديت الديت بيحصل امتى؟ اتفقنا البي بي 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 يبقى ايه؟ بير اورز افتر ذس. في ناس هتنسى احيانا ارقام ممكن تضحكي عليا انك تقولي لي ايه؟ It is at the time of somatic death before the rigor mortis. انت لفتي على ده وما قدرتش اقول ان البنت دي مش فاهمه. الرقم بيبقى مطلوب اكتر في الكيسز لما يجي لك في الكيسز. لكن وانت بتكتب 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 عدتني في الرقم ده حتى على الاودينس. At the somatic death before the rigor mortis. طب تعالى secondary flaccidity. Secondary flaccidity it is after rigor mortis at time of putrefaction. برضه ضحكتي عليا. فاهمين يا ولاد؟ السكندري فلاسيلتي مش مديلك ارقام لان كمان حابه هنديك ارقام صح بقى. هنديك ارقام البيوتريفاكشن هنديك ارقام الرايجر بورتس فانا مش هديك الميكروسكوب. خلاص يا ولاد؟ بس مجازا 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 بنحط عليها كده يعني 24 ساعه وخلاص او من 18 ل 24 ساعه لان هي دي يعني انا مش هديك تحطوها بس عشان تلخبطوش عشان في سنتس بتلخبط. فخلاص ما تحطوش ارقام هنا قولوا سكندري فلاسيلتي اللي بتحصل at time of putrefaction. التايم اوف ريفراكشن از افتر رايجر نوتس موافقين؟ طب ديفرنشال دايجنوزس ازاي تفرقي بين الاثنين؟ انا دلوقتي دخلت على بوسه لقيتها مرخيه ونايمه نايمه ده برايم. طب السكندري نايمه نايمه نفس النومه ازاي افرق؟ افرق بايه؟ الله ينور عليك الكتريكال ستيمولس. لو عملت الكتريكال ستيمولس للعضلات مين اللي هيرد على البرايمري اما السكندري لا ليه؟ عشان في منطقه المولاكيولر لاينز قال لي تعملي الكتريكال ستيمولس دوري على السبيرم حطي اتروبين هتلاقي العين عامله ايه حطي فايزر ستجميل. فاكرين المحاضره اللي فاتت؟ يبقى دي فيها لسه حياه. اما دي بتقول لك خلاص ما عدتش ارد عليك خلاص خلاص ده تعفن. طب ما هي زعلانه مننا السكندري فلاسيلتي يعني مالهاش حاجه تخصها؟ قال لك ليها. الميت بيبقى فيري 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 كولد اما في البرايمري لسه دافي لسه ما فقدش حرارته. اول ساعتين من الوفاه بيبقى اي ميت بيبقى دافي ما بيفقدش حرارته ده بياخد وقت قبل ما بيفقد. لكن بعد 18 مش عارفه 24 لا ما فقد. يبقى تمسكيه متلج وهو بابا عادي يعني مش محتاج تلاجة يعني ما دخلش تلاجة هو كوت لوحده خلاص يا ولاد؟ طب وصلنا لاخر حاجة بقى ايه؟ ايه الماجيك ودي
سكن قلت مين؟ حد شاطر يقول لي هو قال لي الميت امتى مات؟ امتى؟ البرايمري 2 اورز البرايمري فلاسيديتي ده اول ساعتين بعد الوفاه. اما السكند لا ما عندكش كده بتعملي ايه؟ انت دخلتي لقيتي ميت ريلاكس مفيش حاجه اسمها ما اعرفش. الضابط مستني تقولي له ده بقى له ساعتين ميت ولا بقى له 18 ساعه ميت. يبقى كده لازم تقولي له امتى ميت. يبقى ضروري كلمه وين. هل الميت كلمه وير قال لك امتى مات؟ تعالى بقى هرجع اقول لك حته اسمها ديسكريبشن لسه شرحها لك. قلنا ايه؟ منظره عامل ازاي؟ اتفقنا؟ كومبليتلي ريلاكسد مش كده؟ طب في الشرح بتاع الديسكريبشن الشيء اللي كومبليتلي ريلاكسد قال لك بتحصل حاجه اسمها معاه كونتاكت فلاتنينج. علم عليها كده لوحدها. حطها في اي مكان عايز تحطها في الديسكريبشن عايز تحطها في كلمه وير اللي يريحك عندك مكانين. البني ادم وهو ميت عنده قطف عنده قطف مصل عنده منطقه السكابولا المناطق دي اسمها كونفكس بورتس اوف تو بورتس. هيحصل ايه؟ الكونفكسز دي نتيجه ضغط السرير عليه وضغط البودي ويت عليه الكونفكسز دي بيكم فلات. يبقى تعالى قول لي الديفينيشن اوف كونتاكت فلاتنينج. ات از فلاتنينج اوف ذا كونفكسز اوف ذا كونفكس بارت اوف ذا بودي. هو نايم سوباين بوزيشن. طب لو برون نشوف الكونفكس بتاعنا. يبقى ات از فلاتنينج اوف ذا كونفكسز اوف ذا كونفكس بارت اوف ذا بودي ديو تو كومبريشن ما بين البودي ويت والسيرفس. لان ما عادش فيه الاستيسيتي في العضلات، ما عادش فيها ريفلكسز، ما عادش فيها تون، ما عادش فيها اي حاجه. تضغط ما بين السرير والبادي ويت يحصل المنظر ده. تدخل تلاقي عليه كونتاكت فلاتنج. يبقى كونتاكت فلاتنج ايه؟ It is flattening of the convex parts of the body due to compression between the body weight with surface due to loss of muscle tone. لان ما عادش في muscle tone او muscle elasticity. الحته دي بقى اخدناها في وير. قال لك طيب لو سيادتك موتي واحد ونام على ظهره هيبقى كونتاكت فلاتنج. رحتي اخده ومعلقاه عامله له قضيه هانجنج عشان الناس تدخل تقول انه انتحر. حضرتك هتدخلي مش هتشوفي البابلز هتلاقيه فلاتنج. ساعتها تقولي وير ايه؟ اه الميت ده ما ماتش الوضع ده. يبقى انا عرفت ان البرايمري فلاسيديتي والكونتاكت فلاتنج the position and time of death and whether it changes or not. دي كلمة وير. فهمتوها ولا؟ فهمتوها؟ طب يبقى أخدت بقى كلمة وير وكلمة وان. هل هاخد كلمة واي من primary flaccidity؟ لا ما بتقوليش سبب الوفاة. مش حلوة سبب الوفاة. يبقى أنا أخدت واي and وير. أخدت وان and وير. البرايمري flaccidity نفس الكلام وان بس. امتى الميت مات من البيوتريفاكشن؟ هقول لكم لسه ارقام. لكن عندنا برايمري فلاسيتي اخذنا رقم اسمه ايه؟ كبير قوي. تمام؟ النهارده اول رقم اهو. طيب خدي على تاني درس بقى كده خلصنا ايه؟ برايمري وسكند. لسه الرايدر مود هدخل في درس عبيط كده شويه اسمه ايه؟ اسمه كوني. هنمشي بنفس الاسكيم. يبقى بيكام كول عشان
شكله ايه؟ شكله ايه؟ شكله كولد. ساقع. لا ده مش كلمة دكتور، ده كلمة واحد ممرض، كلمة واحد اي حد يقول لك كولد وخلاص. انت ما تقول كولد اكيد قست الحرارة. قست الحرارة باي كيميكال ثرمومتر. ترمومتر الاموات اسمه كيميكال، بتاعنا اسمه كلينيكال. ترمومتر الاموات بيبقى متضرب لغايه 50 درجه. احنا عندنا في الكلينيكال نحط فين؟ في الماس. لا هنا بنحط في الريكتم والفاجينا وفتحات اخرى. ممكن النوز، ممكن الاير، لكن الماس لا. ممكن سليب اندر ذا ليفر، نشق كده اندر، لكن الماس لا. ففي الغالبيه بيبقى الريكتم. ريكتم اند فاجينا. يبقى عشان اقول اوصف الميت الرجولي لازم بناء على معلومه طبيه، كيميكال ثرمومتر. طب وصلنا للديت، هو امتى؟ بيحصل امتى؟ على بيخفض درجه كل ساعه لغايه ما يوصل درجه الغرفه في حوالي 18 ساعه، احفظها. درجه كل ساعه لغايه ما يوصل في حوالي 18 ساعه درجه الغرفه. بس في فاكتورز افكتنج كمان حابه هقول لك، مش كله بيبرد زي بعض، مش كله بيبقى زي بعض. في واحد بالظبط كده. انا عايزه اقول لكم على معلومه، احيانا معظمهم بيقعد اول نص ساعه ساعه كده، ما بيبردش خالص ولا بيلوس خالص، تمام؟ بس خد عندك بقى، انا كل ده فين؟ في الديت. بيفقد درجه كل ساعه لغايه ما 18 ساعه، ما عدا بعض من الاشخاص تلاقيهم بيزيدوا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده سيبوني بتقول لي بيزيدوا. ايوه اسمهم ايه دول بقى؟ بوست مورتم كالوري سي تي. علم عليه، فيري امبورتنت. بوست مورتم يعني بياخد كالوري زياده، بياخد هيت زياده. مين بقى بتوع البوست مورتم كالوري سي تي؟ نمبر 1 قال لك اللي بيموت من convulsions قبل الوفاه على طول كان قاعد متشنج. نمبر 2 اللي بيبقى عنده سيركلر هامرج، بيلخبط في الهيت ريجوليتنج سنتر وقاعد بيزيد بيزيد بيزيد. نمره 3 اللي ميت وعنده بوزيتيف اورجانيزم في جسمه، بكتيريا انفكشن. الثلاثه سي دول هم البوست مورتم كالوريسيتي. يعني ايه؟ يزيدوا؟ قال لك الميت اللي قبل ما يموت قاعد بتشنج لنا بيطلع اي تي بي ويطلع انرجي. هم مين؟ كتير اشهر ناس عندك في الطب الشرعي هتاخد اسفيكسيا، قبل ما يموت قاعد متشنج كان عنده صرع. عندك في السموم هتسمع ستريكنين، فاكرين؟ معرفش انت ولا ستريكنين ده بايزن لازم يجي. عندك في طب المجتمع القميري التيتانس. يبقى الثلاثه دول المشهورين بالكونفرجنس اللي انت هتدرسهم، بس ممكن تلاقي حاجات ثانيه. ممكن تلاقي حاجات ثانيه في السكتر يحصل كونفرجنس. طيب مين كمان؟ بتوع السيريفرال هامرج، بيلخبط في الهيت ريجيوليتنج سنتر تلاقيه بيزيد. مين كمان؟ الميت ببكتيريا انفكشن وسيبتيسيميا وبكتيريميا بيزود. يبقى علمني كده انا بشرح في ايه؟ انا بشرح في الديت. درجه كل ساعه ما عدا مين اللي مش هيشتغل درجه كل ساعه لغايه 18؟ البوست مورتم كالوريسيتي. طيب وصلنا بقى لايه؟ وصلنا للديفرنشال دايجنوست. هل بيتلخبط مع اي درس؟ لا لا، ما الميت ساقع قست بتاع الاوتو بريدج بس. ايه الميديكو ليجل امبورتنس؟ قبل ما اقول الميديكو ليجل امبورتنس هقول لكم الفاكتورز افكتنج. هو احنا كلنا هيحصل لنا كوني زي بعض؟ لا، بدليل ان في ناس مش هتحصل لها، في ناس هيحصل لها بوست مورتم كالوريسيتي. يبقى في فاكتورز افكتنج كولينج. ايوه اول حاجه كلمه الكولد تمبريتشر. يا ترى ايه الكولد تمبريتشر؟ هو السيركمستانسز. يا ترى السراوندنج، هو ميت في ظروف ايه؟ هل ميت في اوضه فيها تكييف، في اوضه فيها حراره فيها مروحه، ولا في اوضه فيها دفايه؟ يبقى الكولد اتموسفيرك بتاعت الاوضه كولد اور هوت. يا ترى مغطيينه ببطانيه، يبقى نمره 2 الكلوزس، ولا سايبينه عريان، ولا حاطينه في ميه؟
يبقى الكلوزس ليها ها لان الكلوزس ده باكم ده كومبليت. ما خلي بالك هو اما بيجي يفقد الحراره الكولينج الكولينج بتاعه بيشتغل من جوه لبره من جوه الجسم يطلع للسطح اكوردنج للجريدينت تمام وبعد باي ايه باي كوندكشن بالتفصيل يبقى من الكور للسيرفيس باي كوندكشن يجي شويه هواء باي كونفكشن اند راديشن ويطلع فهو دلوقتي عليه لبس فاللبس ده كوندكتور حلني اما الكور يطلع يبقى في جريدنت ما بينه وبين السيرفيس فاهمين يعني الكور يجي عندنا ممكن في الديفينيشن لاس نرجع تاني للديفينيشن حطوها لاس اوف تمبريتشر لاس اوف تمبريتشر اوف ذا بادي هيبقى كول تي ريتش اتموسفيريك تمبريتشر باي الفيزكس بتاعتكم كوندكشن كونفكشن اند ريديشن كوندكشن ها زودوها عشان تبقوا بس فاهمينها للفهم هي مش مطلوبه بس للفهم كوندكشن كونفكشن اند ريديشن طيب جيت الديفينيشن الفاكتورز افكت اتفقنا في كولد لبس ام اكس ولا لا طب نمره ثلاثه عنده كيوتينيوس فات ولا لا فالفات ده كوندكتور اوف هيت خلاني عقبال ما تطلع فوق مين بقى معنى كده ان انا هدخل في مين هدخل في مين هدخل في السكس الست ولا الراجل اللي عندها كيوتينيوس فات الست خلاني اقول ما يحصل لها كوني عشان عندها كيوتينيوس فات ها عندها فات اكتر من الراجل هندخل في مين التشيلدرن التشايلد برضه ما عندوش كيوتينيوس فات فصعب انه يبرد بسرعه زائد ايه عنده سطح عالي بالنسبه للاورجنز الصغننه بتاعته عنده سيرفيس اريا عالي بالنسبه للماس يبقى الايفابوريشن عالي فاهمين يا ولاد ما عندوش لفات خلاص وكمان السيرفيس اريا بتاعته بالنسبه ريشيو نسبه تناسب بالنسبه للاورجنز فعشان كده بيحصل ايفابوريشن فالتشيلدرن يبردوا اسرع الستات لا اقل عندي ايه كمان نمره خمسه الكوزز اوف ذس سبب الوفاه ايه عشان اقول لك هيبرد ولا مش هيبرد فالحته دي بقى هتكتبوا لي ايه في الكوزز اوف ذس تفتكروا كوزز اوف ذس هنكتب ايه البوست مورتال كالوريسيتي يا ترى لو ميت من بوزيتيف اورجانيزم لا يبقى مش هيبرد يا ترى لو ميت من فانكشن مش هيبرد بسهوله فاهمين يا جماعه يا ترى مين من سيربر كام يبقى بوست مورتم كالوريسيتي ها انا بحوطها في كل حته تكتبوها هنا تكتبوها هنا المهم تبقوا عارفين المعلومه ان مش كل الاموات هيحصل لها كوني بسبب ايه عشان صح او غلط بسبب البوست مورتم كالوريسيتي بالعكس ده ممكن يزيد خلاص طيب وصلنا لايه بقى وصلنا للماجيك وليجال امبورتنس هل الكوني ده درس كويس بنقدر ناخد منه معلومات ايوه بنقدر بس مش درس كويس قوي يعني ايه اول حاجه ممكن يقول لك الكوز اوف دس ازاي ان الدس لوحده ما يقدرش يقول الكوز اوف دس يعني ما ينفعش من الكوني اقدر اقول لك ده ميت من استرتنين لا انا لازم اطلعه في المعنى استرتنين فكلمه يقول الكوز اوف دس محتاج انه يتحط جنب الدروس اللي انا هشرحها لسه هو درس مساعد مش درس قوي بمعنى ايه انا طلعت شغل استريكنين كله اقوله ده حتى اتاليه ده فلان ومفيش كولينج يعني بياكد بيساعد لكن لوحده كده يقول لك ده استريكنين ده اسفكسيا لا خلاص طب يبقى اول حاجه وار تاني حاجه وير يقدر يقول لك وير الميت مات فين من الكولينج لا ما يقدرش كلمه وان هل يقدر يقول لك مات امتى؟ تعالى نشوف التايم لاين. واحد مات هنا درجه حرارته 40 دخلت يا دكتور بتقيسه لقيته 36 يبقى فات عليك قد كام ساعه؟ 4 ساعات صح كده؟ طب السؤال بقى مين اللي قال لك ساعه لما مات كان 40؟ حسبتها ازاي؟ انا داخله كده معرفش حاجه بقيت 36 في ناس بتقعد تقول لي ميت في المستشفى قلت له طب ما الاسهل الممرضه تقول لي مات الساعه كام وتخلصني وانا الدكتور يقول لي مات الساعه كام مش محتاجه احسب هو الجرايم دي ان هو قاعد في الاوضه لوحده
جميل. دخلت الأسئلة 36. ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ الله ينور عليك. ما ده اللي انا عايزه اوصله، ان احنا هنشوف الدروس الجايه واقول لكم ان ده درس مسلم. لكن لوحده كده ادخل 36 اقول ده بقاله 4 ساعات اسكوان 40، ما حدش قال لي ساعه الوقت كان كام. وبعدين هو في حد يعني ساعتها بيقول حتى بصرته وهو بيموت احيانا كتير بيبقى اسرته هم اللي عاملين البلوى فيضلوا لكم ويدوك معلومات غلط. مفيش حاجه اسمها في افريقيا الشرق انت بتسمع بس مش بتصدق كل حاجه بتتقال، انت بتسمعها وبتأيدها بس عمليه التصديق لا. طيب يبقى كده ايه، خلصنا البولينج ما فيهاش ايه. ندخل على الدروس الاهم بقى اللي احنا نقدر نسمع منها حاجه اللي هي زي ايه؟ زي الهايبوستيسيس. كلمة هايبو أولا يعني التلون الرمي أو الرسوب الرمي. الهايبوستيسيس هي اسم تاني مشهور اسمه ليبيديتي، أحيانا نكتب ليبيديتي. التلون الرمي، التصبع الرمي، الرسوب الرمي. الميت هيتلون، يعني إيه الميت هيتلون؟ هنلاقي وهو نايم ظهره اتلون بلون الدم، احنا مش هنلونه ده، هو هيتلون بلون الدم اللي جوه جسمه. خلاص؟ أول حاجة ديفينيشن. يعني ايه هايبوستيسيس؟ كلمة هايبو يعني تحت، ستيسيس يعني توقف الدم تحت في الحتة اللي راكز عليها، ديبندنت ايرلي. طيب يبقى ديفينيشن ات از ستوبج مش عاجباكي، ات از ستاجنيشن مش عاجباكي، ات از ستيسيس اوف ذا بلاند ان ذا ديبندنت ايرلي، هي دي. يبقى ستوبج ستاجنيشن ها ستيسيس of blood in the dependent area. في ناس تانية تقول لك ايه؟ انت بتقولي التلون، فانتوا مترجمين العربي. It is bluish coloration of the dependent area of the body after death. وهنا برضه after death. ما دايما تفتكر انه before. يبقى لازم after. يبقى قولي اللي تريح من الاسم stagnation of bluish coloration of the blood in the dependent area after this. الديبندنت اريا اللي بتكلم عليها من بره ومن جوه، لو انت تفتكر من بره بس، لا ده البوستيريور بارت اوف ذا انتست، البوستيريور بارت اوف ذا ليفر، البوستيريور بارت اوف ذا كيدني، حتى من جوه. اوكي؟ طيب ليه؟ بتحصل ليه؟ عايزين نعرف ايه سببها. سببها باختصار يا اولاد ديبند ابون كلمتين. كلمتين عشان تبقى فاكرهم من بين الاسم، انا ما بجيبش حاجه من عندك من الاسم. جرافيتيشن زائد استجنيشن. الجرافيتي وانا نايمه يشد الدم ناحيه ظهري والبط ساكت، البط ساكت ليه دم ما بتمشيش ليه؟ مفيش كونتراكشن، مفيش كونتراكشن هارت. يبقى جرافيتيشن زائد استجنيشن، جرافيتيشن زائد ستوبج اوف ذا سيركيوليشن. يبقى هي دي جرافيتي. ديبند ابون ديسكرايب اوصفي لي الهايبوستيسيس. ايه شكل الهايبوستيسيس؟ ديسكرايب. اتفقنا من description site and shape، لما بتزنق كده عايز تفتكر بالتفصيل site and shape. ايه الشيب؟ هقولها لك الاول. ادي ظهر واحد اهو ماشي؟ في الاول الدم هيتجمع على هيئه باتشز صغيره. باتشز صغيره بتقولي ايه؟ باتشز. بتقولي ايه؟ spots. بتقولي ايه؟ small areas. بتقولي ايه؟ موتل. ده اللي مكتوبه عندك، اي كلمه من دي علم عليها. المهم باتشات صغيره. ليه؟ هي دي التركه اللي هتجيلك دايما اخر السنه. شفنا باتشات، شفنا سمول ارياز، شفنا موتل. ايه ها؟ شفنا شويه بتبتدي كده وشويه. هي دي كلها بتبتدي الشيب. سمول باتشز او سبوتس او موتل، يعني ماربل عامل مزرفش منعكش تمام. بعد شويه هيتقلب into a big blue patches، into a big blue patches. big blue patches
او coalesce together, combine together. مكتوب لك عندك في كتاب coalesce, يعني combine, getting together to a big patch, a big area. المهم دي حاجة ودي حاجة, يبقى حتت صغننة فرقة, هتبقى حتت كبيرة تتجمع حوالين بعضها وتبقى become a big patches او coalesce together او combine together. طب السايت مكانها فين؟ مكانها حسب انا مت في انهي ديبندنت ازاي. لو انا ميته سوباين بوزيشن, لو ميته برون بوزيشن, لو ميته ايه كمان, لو متعلقه بقت اسمها هانجنج, لو ميته دراوني, حسب الوسيله. بمعنى السوباين بوزيشن او نايم اهو, الدم كله فين؟ ينزل لظهره, ينزل لظهره, يبقى هتلاقي ظهره كلها مزرق ما عدا الاماكن بتاعت الكونتاكت لاتيني, هتبقى كونتاكت بلر عمرها ما هتتلوش. فاكرين الكونتاكت لاتيني؟ اهي اللي مش فاكر, اهي الكونفاكسز. الدم بيحاول ينزل ينزل ينزل, هيلاقي بلاد فيسلز مدبوسه في الحته دي, يقوم محاول على الباقي ينزل في الحته دي, يلاقي البلاد فيسلز مضمومه ينزل في الباقي, يبقى الحته دي هتظل بيضاء تحت حواليك الصور كونتاكت بالو. يبقى المناطق بتاعت الكونفاكسز مش هيبقى فيها بلوش كولوريشن اوف ذا بلاد, ما هو ده ايه, لون الدم داخل الاوعيه. طب لو برون, انا بقول في السايت, طب لو برون بوزيشن, لو برون بوزيشن نايمه على مت كده, يبقى في كل جسمي ما عدا الكونفكس ديسبارس بالانس عند البريست, ها بالانس. طب لو هانجنج, لو واحد متعلق, المتعلق اما بيموت بيبقى مدق, عامل كده تدخل ليه, عامل كده, هتلاقي الهايبوستاسيس فين؟ في رجله, منطقه السكروتم والفينس, الحته دي فور ارم والهاند, الحته اللي هي جرافيتي. طب لو ميت دراوني, واحد غرقان, راس اتنقل من جسمك وصدق بيبقى ميت, عامل كده الغرقان بيتعمل كده, يبقى في الايد وفي الراس وفي النك وهايبوستاسيس المنطقه دي. يعني وانا معديه في المشرحه كده شفت هايبوستاسيس في راس واحد على طول, ايه ده؟ هو ده جاي من النيل النهارده؟ ما بقولش غرقان, هو جاي من عشان اللي بيشرب ممكن اكون سممته ورميته, مش غرقان خالص. هو ده غرقان, فتعلم الصغيرين لو جيت بص غرقان, في الاوتوشين قعدت وقالت غرقان, يبقى ده هتشتغل على الدراوني. لا, جاي لكم منين؟ عرفتي منين؟ عرفت منطقه الهايبوستاسيس هنا بين جسمه زي الفل, هو في حد بيموت وراسه تحت؟ لا, تمام. طيب يبقى كل دي احنا بنعمل ايه؟ ديسكريبشن للهايبوستاسيس. وصلنا للديتا, احفظ لي الارقام 138, اخدت النهارده ارقام برايمري فلاسيتي كام رقم؟ بير اور ساعتين. حد فاكر السحابه؟ بيبقى زاد تمام كده؟ طيب واخدنا النهارده رقم كمان الكولينج, حد فاكر رقم الكولينج؟ كل ساعة ساعة بيقل لحد 15 ساعة, دخلنا على الهايبوستاسيس 138. بعد ساعة من الوفاة الأعمى يشوف أبارنت, إيه يا دكتور ده؟ إيه ده؟ مكتوب لك التايم, هو مش كاتب لك ساعة, بس أنا كاتب لك بيحصل هايبوستاسيس أول ما الميت يشوف, دي حقيقة بس مش بتشوف. ده طبيب شرعي لازم تشوف طبعا, بتشرح وتشوف جوه, لكن وانت ماشي كده محدش يشوف حاجه غير بعد ساعه. بعد ساعه هو ايه اللي بتحصل ده؟ هو مخصوص ولا ايه؟ وحد الكدمات دي ولا ايه؟ بعد ساعه. طب بعد ثلاث ساعات بيبقى المنظر ده, طب بعد ثلاث ساعات بيبقى المنظر ده. يبقى عرفت بقى 138 لما يجي يقول لك ايه؟ في الكيس ده سمول باتشز, عشان يوضح لك ايه ثلاث ساعات, وعايز يسمع منك ثلاث ساعات. اما يقول لك بيج باتشز اند فيكسد, علم على كلمه فيكسد 50 علامه. يعني ايه فيكسد؟ الدم اتجلط وحلف ان
هو اتحرك مش هيتحرك ازاي؟ قال لك انت دلوقتي دخلت لقيتي الميت نايم على ضهره، هيبقى الهايبوفيزس فين؟ في ضهره. جيتي تقوميه وترجعيه برون تقلبيه على وشه، لو الدم جه على وشه يبقى ده اقل من 8 ساعات، الدم بيهب وخد معاكي وبيتحرك. طب لو دخلتي عليه بعد 8 ساعات الدم قال لك انا اتجلطت في ظهره والله ما هتحرك في وشه، والله ما نزل في حته مش ده انا اتجلطت. بيكم فيكس ده عند 8 ساعات. يبقى بين 38 بعد ساعه أفرن مش هدي لك عشان مش نازل. بعد 3 ساعات سمول باتشز اند مونتد. بعد 8 ساعات بيج باتشز اند بيكم فيكس كوأجيوليتد. مفهوم يا ولاد؟ احنا بنشوفها بقى حتى لو الناس تقول ايه تايم اوف ديث يعني ايه؟ انا دلوقتي موتت واحد، موتت واحد واترمى على ضهره، الهايبوفيزس فين؟ في ضهره صح كده؟ بعد شويه هعلقه، الهايبوفيزس اهي اهي. بعد ما علقته اكيد علقته قبل الثمانيه، استحاله هفضل قاعده لمده 8 ساعات يعني جنب الايه ده، انا عايزه اهضم عايزه اجري. يبقى الهايبوستيزس هتشوفيها هنا كمان. يبقى انت شفتي كده ايه؟ تو سايدز اوف هايبوستيزس في ظهره وفي رجليه. يبقى اكيد حد حركه، ده شو حد حركه؟ ما مش معقول هو باين شكله هيطلع يعلق نفسه. اكيد حد كان معاه ها؟ بدليل ان الهايبوستيزس في ظهره، لان الهايبوستيزس بتحصل امتى؟ Once the heart stop beating. Once the heart stop beating. لكن لو حرقتيه قبل 8 يبتدي الموضع الثاني. يبقى معنى كده كلمه ديت 138 ديفرنشال دايجنوزس يتلخبط مع ايه؟ انا لسه قايله لك يتلخبط. الناس بتفتكروا انه مضروب، انه بقول لك لا والله ده ناتشرال جاز، ده مفيش حاجه. يبقى مع التروماتيك اللي هي الجنوزس لسه حفظتوها في درس البوند ان شاء الرحمن، ازاي تفرق بين ان ده كدمه الزرقان ده كدمه ولا الزرقان ده طبيعي من عند ربنا هايبوستيزس. طيب وصلنا لاهم حته بقى الماجيك والليجال امبورتس في كل القصه دي عشان اقول لك ايه الاهميه الطبيه الشرعيه للهايبوستيزس او الاهميه الشرعيه الطبيه الشرعيه للدروس دي كلها. اتفقنا واي وانا واي اهو فودي سيبها شويه. كلمه واي يعني ذا بوزيشن ات تايم اوف ديث اند ويذر تشينج اور نوت. انا لسه قايلها انت الميت مات في انهي وضع؟ الوضع اللي انا لسه قايله لكم عليه على ضهره وكمان واحد بعد كده علقه بدليل انك شفت تو سايدز هايبوستيز يعني في الاسفيكسيا. مش عارفه انا سمعت ولا الاسفيكسيا اول حاجه كده واحد متعلق اول ما ادخل انا مستوى عيني على مستوى بنطلونه ارفع البنطلون ادي هايبوستيزس الظابط جمع انتحار انتحار صح؟ لا لسه ما اعرفش لسه ما اعرفش ليه. ينزل الجثه الاول ونشرح ونشوف انتحر ولا لا، ان شاء الله يطلع انتحار بس لسه مش متاكدين. لانك لو شفتي في ظهره لو شفتي في مكان تاني يبقى كده انت عرفتي الوضع اللي مات عليه، لا ده كان مات على ظهره وحد حرك. The position, the time of death and whether it changed or not. ايه كمان؟ الدراونينج او اللي جاي من النيل. قلت لكم لو لقيت مكانه في راسه يبقى ده جاي لك من البحر او نيل، ده وضعه كان كده. طيب يبقى ده وير البوزيشن. هل يقول لك وين الميت امتى مات؟ امتى مات؟ 138 لقيته مبطش صغير يبقى 3 ساعات، لقيته فيكسد وما بيردش عليك ولا هات ولا خط يبقى 8 ساعات. خلي بالك بقى اخر حاجه علم عليها لوحدها بتيجي صح وغلط وتتكلم فيها الفوز اوف ديث. هل الهايبوستيزس يقول لك سبب الوفاه؟ اه بيكون سبب الوفاه ومهم قوي سبب الوفاه قوي. الفوز اوف ديث بيتعرف من ايه؟ بيتعرف من الكالر وبيتعرف من الاكستنت بتاع الهايبوستيزس. يعني ايه الاكستنت؟ يعني الحجم سايز الهايبوستيزس. يبقى بيتعرف من الكالر وبيتعرف من ايه؟ من الاكستنت. شو لما يبقى من ساعتها واكتر صح؟ اه ايوه تعالى كلر نعمل ايه جدول عشان ما تقولش فيه.
الاستاذ هنعرف اول حاجه لو بلوش نقول ايه بنت بلوش او نقول فايلت بلوش او نقول بيربل بلوش يعني من سق محمر. طب لو قلتي بلو لا فوقي بقى. طب لو لونه ريد الدم لونه احمر. طب لو الدم لونه بيل البيل هيبقى. طب لو الدم مصدي براون هيبقى براون يعني مصدي الدم مصدي. احنا متفقين الهايبوستاسيس ما هو الا لون الدم داخل الاوعيه صح كده متفقين ان الهايبوستاسيس ده لون الدم داخل الاوعيه. طيب اول حاجه لو بلوش بيربلش او فايلت او بيل بنقول يعني مش عايز اقول بيل ده يبقى ميت نورمال داس مفيش حاجه كلنا هيحصل لنا اللي هي الازرق مختلف. طب لو دي بلور يبقى ريديوس هيموجن يبقى ده عنده كربون دايوكسيد عالي يبقى ايه اسفيكسي على طول. طب لو ريد برضه اسفيكسيا بس اسمها ايه الاسفيكسيا المره دي؟ ريد اسفيكسيا. ايه اسباب الريد اسفيكسيا؟ طب لو لونه بيل يبقى اكيد ما عندوش دم هانرج. طيب لو دم مصدي يبقى اكيد في ماكسي موجلوبينيميا. ماكسي موجلوبين ده الدم المصدي. عندنا حاجات كتير بوتاسيوم كلوريد بويزنينج نيترايد بويزنينج حاجات كتير بتصدي الدم هتدرسها في التوكسيكولوجي. ماتي هيموجلوبينيميا عشان لو جاب لك اي حاجه بتعمل ماتي هيموجلوبينيميا الهايبوستاسيس لونها ايه؟ تعلم على البراون الدم المصدي ماشي؟ طب يبقى انا من لون الهايبوستاسيس قدرت اعرف ايه؟ البوز. هل من حجم الهايبوستاسيس الاكستنت بتاع الهايبوستاسيس اقدر اعرف البوز قال لك اه. طب الاكستنت بيعتمد على ايه؟ الاكستنت بتاع الهايبوستاسيس حجمها بيعتمد على ايه؟ على حاجتين على الاماونت وعلى الفلويديتي بتاعت الدم. الاماونت والفلويديتي بتاعت الدم بمعنى مين اللي ميت هيبقى ما عندوش دم؟ الهيمرج الانيميا يبقى كل اللي بياخد الدم الاماونت هتبقى قليله. مين الميت اللي هيبقى عنده دم كتير؟ كونتاكت هارت فيلير محقول بالدم. يبقى واحد ما عندوش دم يبقى الهايبوستيزس قليل. واحد عنده دم كتير كونجكشن يبقى عنده دم كتير الهايبوستيزس بتبقى كبيره. طب الفلويديتي الفلويديتي يمكن ما قلتهالكوش المره اللي فاتت هرجع اقولها كده هي مش مكتوبه بس السحابه بعد كام؟ السحابه سببها ايه؟ السحابه اللي تيجي على الكورنيا ولمه الوسافه كل ده عشان ايه؟ ميوكس. قال لك مين اللي ما يطلعوش السحاب؟ نمرة اثنين الاسفيكسيا. الاسفيكسيا ما يحصلهاش سحاب ليه؟ ما عندوش ميوكس. الاسفيكسيا ما عندوش ميوكس. ليه ما عندوش ميوكس اللي بيلزق؟ لان عنده انكريس فايبرينولايسين. فايبرينولايسين بتكسر اي حاجه بتكسر اي حاجه. افتكر بقى الكلمه بتاعتي عشان هقول لك الاسفيكسيا تاني. المخنوق المبرق ابو دم خفيف. المخنوق المخنوق المشنوق اسفيكسيا مبرق هتسمع معايا الاسفيكسيا بارجنج باي وبيبرق كمان عينيه بتبرق ما عندوش سحابه خالص. ابو دم خفيف دم عمره ما يتجلط يتجلط بعد يبقى المشنوق المبرق ابو دم مبرق يعني ايه؟ يعني بتبرق ومبرق كمان بارجنج. ابو دم خفيف دمه ما يتجلطش بسهوله لان عنده هيموكس فايبرين رايز بيكسر اي حاجه بتتجلط. من ضمنها بيكسر مين؟ الميوكس. ما دام كسر الميوكس يبقى ما فيش وساخه يبقى عادي بتبرق. ما دام كسر الفايبرين رايز يبقى الدم قاعد يمشي 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 ما يتجلطش بسهوله. عشان كده بنقول ايه؟ الفلويديتي عنده عاليه بتوع الاسفكسيا تلاقي بوتشه في ضهره قد كده ولما تقف. يبقى تاني انا قلت من الهايبوستيزس تقدر من الكلب من اللون تعرف الفلوس. هل من الحجم تقدر؟ طب الحجم اعتمد على ايه؟ على الاماونت الكميه واعتمد على الفلويديتي. كل ما دمك قاعد يمشي 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 هتلاقي ضهره كتير قاعد بيمشي يا ابني اقف اتجلط. انا ما بتجلطش لان انا اسفكسيتد. فالدم يعني في ناس قاعده بتفكر يعني بيقعد بعد الثمان ساعات اه
بس اوكي يبقى في اكسبشن للدروس او اكسبشن للدروس بس مش عارف مش ليه يعني. لكن وانت بتحسب ما تجيش تقول اصله يا جماعه خلاص ده عدى عليه 8 ساعات يا جماعه اصله لا 8 ساعات ايه ده اسويبس خلي بالك ده بيبدا بيفضل فلويد فلويد فلويد. فعايز اقول لك ان بتوع الاسفيكسيا تلاقي الضهر بوتشن كبيره جدا 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 يقول لك ليه عشان فلويديتي فلويديتي فلويد ما يتجلطش نوت كواجليتد ما عندوش سحابه ليه عشان فلويد عشان فايبرينولايزن ما بتوع الاسفيكسيا عندهم زياده في الفايبرينولايزن في ناس عايزه تعرف اكتر ليه زياده في عشان عنده كاربون دايوكسيد مش هو مشكلته كاربون دايوكسيد بيعمل اندوثيليال دامج ينزل الفايبرينولايزن مشكله الدف ده ايه كاربون دايوكسيد يعمل اندوثيليال دامج ينزل الفايبرينولايزن فيخلي الدم بتاعه سايل ويكسر الميوكس ما يسمحش بالسحابه مفهومه الحته دي يا ولاد عشان وانت بتكتب الاسفيكسيا تبقى مركز فيها قوي عشان لما ناخدها في الاسفيكسيا تبقى انت فاهم ايه ايه اللي عندك. طيب كده خلصنا ايه الهايبوستاسيس. الهايبوستاسيس اتعلم عليها فيري 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 امبورتنت ازاي اللي هي كوز اوف ديث بيجي لك كده صح ولا كوز اوف ديث كان بي نو فروم هايبوستاسيس ايوه هتقول بالكالر وبالسايز والسايز انا شرحتها لكم ايه بالتفصيل. ندخل على درس مهم برضه جدا اسمه ايه رايجر مورس اللي هو بتاع المصري احنا هندخل بعد كده على الفيديو خلاص قربنا 8 9 8 هتجيب بالكم في الكتاب مش لازم بالترتيب انا بقولها تاني المهم المعلومه احطها وتبقى فاكرها اكوردنج للسكيم اللي احنا شغالين عليها. اسمه ايه بقى بالعربي التخشع اما شبكوا في ايد بعض
الناس قالت ايه ده؟ مش ده احنا اتعلمنا اسمها contraction؟ بل قابتين يجي على المنسيح؟ يا ريت يا ريت تبقى contraction زي بتاع اولى وثانية. ده contraction ضعف contraction بهبل وcontraction فقدوا حاجات من جسمهم، بقت العضلة متخشبة وهي مش هالسي، فتحولت لايه؟ dehydrated stiff gel. يبقى العضلة لما تخشبت على بعض كده مش contraction، ده عن عجزين، ده نصر بنقالي بروه مش عارفة نصر ايه، مسكوا بعض فحولوا العضلة لعضلة عجوزة اسمها ايه؟ dehydrated stiff حتة جلاية مش عضلة واحدة، العضلة اللي احنا عارفينها في الفايبرز ميتد. يبقى تاني ايه سبب؟ الرايدر موتس خلصت الكلام. انت ده كيميكال بروسس والله، انا قلت لك الاكتين والمايوسين، ده الميه مشيت والالكال مشي وده مشي وفي الاخر دي هايدريشن. ليه؟ عشان من الاول ديبليشن اوف اي تي بي، الناتج الاكتين جه على المايوسين وعملوا كيميكال ميكانيزم سميناها حولوا العضله الهيلثي لدي هايدريتد ستيك جاي، هو ده السبب. خلاص؟ طب وصلنا للديسكرايب، اوصفي لي البني ادم اللي عنده رايدر موتس عامل ازاي؟ سايبر شيب الديسكريبشن سايت اند شيب. معلش انا الدرس ده الناس ما اعرفش حد يكلمني، الباوربوينت انا مش عاملاها البوست مورتم بس عشان امشي معاكم حته حته، هو درس سخيف لو اتاخد كده، لكن بعد كده معظم الشباب بعمل باوربوينت بس في حاجات اللي باخد فيها الصبور عشان تفهمها وتذاكرها بالكلام. انا سؤالي انا عايز باوربوينت، فانا باوربوينت هيخليني يعني بيبقى ساعه واقل، لكن الحته حته عشان وانتوا بتذاكروا كمان زي ما اتفقنا الشابتر ده مش عايز ترتيب، يعني الشباتر التانية هتلاقي دي على دي دي على دي دي على دي، الشابتر ده مش محتاج ترتيب خالص، محتاج بس تعرفي معلومات انت هتستخدمها كلها. ديسكرايب اوصفي لي السايد والشيب، مكان الرايدر موزس والشيب. الشيب هقول لك ايه؟ سترونج او مايلد، مايلد كونتراكشن، مايلد كونتراكشن يعني ايه؟ يعني ايديك تبقى متخشبه بس بتبقى عامله كده مايلد كونتراكشن، سنة مايلد كده بيبقى دي عامله كده مايلد كونتراكشن. تعالي السايبر، السايبر اللي اسمه ليه بولانجي؟ دي ايه بولانجي؟ مش كده؟ طب نتكلم عن البولانجي. البولانجي ان ديسندنج مانر، يبتدي من فوق وينزل تحت 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 تحت، يفضل اخد وفي الاخر الابر ليم واللور ليم، يبقى التخشب بيبتدي من فوق. اول عضله هتتخشب في جسمك الايليدز، اصغر عضله، واول جوينت هيتخشب الجو. يبقى اول جوينت الجو، اول عضله الايليدز، عشان كده الميت وهو فاتح عينه في البرايمري فاسيلتي تلاقي ناس تقفل له عينيه وشويه يقفلوا له عينيه، انت بتقفل له عينيه ليه؟ خايفين ان بعد ساعتين هيتخشب، لو تخشب كده ما ينفعش ان انت تفصله، فاهمين يا جماعه؟ يبقى الفولانتري ديسندنج مان. طب الانفولانتري معلش دي هنزودها عشان جايه بعد كده هنفهم انا ازاي. شباب التاني الانفولانتري اتفقنا الباي هيحصل كمان الاركتور بايلي ماسل، هيحصل كمان الاي مقصود بيها مش الاي ليدز وبس، البيوبل. حد فاكر البيوبل؟ دايليتد كونستريكتد ذن دايليتد، صح كده؟ اما يجي لك في الامتحان كوزز اوف كونستريكتد بيوبل بوست مورتم، بوست مورتم هتقولي رايدر مورتس، غيرك هيقول ايه؟ انت بعد التوكسيكولوجي بتعرف كونستريكتد بيوبل ده مدمن، ده اخد مورفين. هقول لك حرام عليك يا شيخ، بعد الوفاه نوت انديكيت كان قبل الوفاه ايه؟ بعد الوفاه كلنا سواسيه ما عادش في بقى خلاص على الترابيزه، لكن موضوع تاني الاب ماليش دعوه بيه، انا بتكلم على الترابيزه كلنا سواسيه ما فيش حاجه اسمها اصل كان مدمن، مدمن دي من حاجات تانيه. الاي بوست مورتم نوت
indicate its anti-mortal matter. بعد الوفاة دخلنا في شابتر اسمه بي ام تشينجز. فالكونستركتيف يوبل افتر عشان راجل موتس كتير بقى من الاطباء بتتلخبط. بتوع حتى يجي يقول لك كونستركتيف يوبل موت من موتس ده كان يعمل معاه سبب عاطفي موتس هو يعطيون ولينا. هو يا جماعه ده يوبل كونستركتيف عشان الراجل. ايه كمان الهارت. الهارت لما يحصل له رايجر موتس ات ويل كونستركت اتفكت. انت ده مات من هارت فيلير ده مات عيان هارت يا عم ده رايجر موتس. كل دي بتتلخبط بنسميها ارتفاع ده لخبطه. الاركتور بايلي مصر اسمعوا في الاسفكسيا 1 ايه الاركتور بايلي مصر بتعمل كونتراكشن اوف يور هير. انا وانا قاعد كده اقول لك وانت سقعان جسمك ما اشعر دايما نقولها كده يعني ايه جسم ما اشعر. لقيت نقط كده طالعه لك بنسميها بوس سكين او جوس سكين الجلد الوزه الشعور كلها بتبقى محببه. فاحنا اول ما نحبب ايدينا والشعر يقف اسمه اركتور بايلي مصر. فما نشوفه هتقولش ايه ده صاحي ده بص ايديك ده بص شعر ايديه واقف ازاي؟ اتس رايجر موتس. طب ايه الموتس اوف كونتراكشن اوف الاكتر بايني مصر واحنا صاحيين كده؟ احنا صاحيين ممكن يحصل لنا بس قال الخوف والفير خوف. بتشوفوا القطط لما بتتخانق مع بعض داخله معرفه ده خوف هما خايفين هي الحركه زي احنا برضو الخوف. الخوف سبحان الله بص زي الفقفتين ما قلت لكم الولد اللي شعره ابيض واحده كانت مره ست كبيره يا رجلي يا ركبتي بس سمعت في خناقه طلعت اول واحده في الخناقه دي كميه طاقه وكميه هرمون بيتغير تماما. انا وانا عامله ريجي وجاي بعد الوفاه بيحصل الحركه دي بعد الوفاه افتكروا بقى رايجر موتس والدراما تعرف الفنانين بيحصل لهم الحكايه دي من المايه يحصل لهم نعم هنقولها تاني في الدراما. طيب وصلنا لايه بقى؟ ادي ايه الديسكربشن اتفقنا طولان كان الديت الديت بقى حلوه 2 في 12 في 24 سهله 2 في 12 ب 24 بيحصل بعد ساعتين من الوفاه بتدفع عليكم بصوا على رسمه بعد ساعتين من الوفاه يملى الجسم وياخدك من فوق لتحت في 12 ساعه وبعدين يقف الجثه تريح شويه بعد 24 ساعه يكون كمل الريلاكسيشن خلاص الريلاكسيشن كله كومبليت بادي ريلاكسيشن يبقى 2 12 24 بعد ساعتين يبتدي يملى الجسم لمده 12 ساعه ويقف ياخد جسمك كله من فوق لتحت فوق لتحت عايز له حوالي 12 ساعه حوالي احنا اتفقنا لسه في فاكتورز اساسي بعد 24 ساعه كومبليت مصر ريلاكسيشن لانه دخل بقى على مين؟ خلاص دخل على مين؟ بس كله ريلاكس دخل على مين؟ السكندري والبيوتريتكشن ناس هتنسي من الرسمه تقول ايه؟ رايجر موتس ويتش كم افتر برايمري فلاسيديتي بيفور سكندري فلاسيديتي اند بيوتري فاكشن من الرسم اللي جايه ما بين البرايمري والسكندري هي دي المنطقه فاهمينها يا ولاد؟ اللي جايه في بدايه المولاكيولر بس يبقى انت عندك تايم لاين وقاعد بتلعب بيه حفظت الارقام الارقام تتحفظ الكولينج الكولينج حد فاكر ارقام الكولينج؟ كل ساعة 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 يعني لو جت في الكيس تقول لك ايه؟ دخلنا لقينا الجثه متخشبه راسها اما ايديها فكه يا دوبك بعد الساعتين لسه بادية لان لما بتيجي تفك بتفك انت سيم ماتر نفس الترتيب دخلت ولقيت الجسم كله متخشب وراسه فكه بعد ال 14 عندنا 14 ساعه من الوفاه بس اللي هي بعد ال 12 بعد ساعتين بدات من الوفاه 12 ساعه قاعده شغاله
خلصت وخلاص ادي 12 ساعه ابتدات في ريلاكسيشن. يبقى بعد ال 12 بالليل الاولانيين يعني هنا يبقى حتى لو حد كتب بعد ال 12 ماشي، حد كتب بعد ال 14 ماشي، بس اقل من 24. يبقى انت هتقولي هو من بين 14 ل 24 من مبدا الارقام دي كلها عشان كده. طيب وصلنا بقى لاخر حاجه ايه؟ الديفرنشال دايجنوز. اقف عندها وعلم عليها فيري 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 امبورتنت. ايه الديفرنشال؟ بتتلخبط مع مين؟ بتتلخبط مع حاجه اسمها هي ستيفنس كولد ستيفنس the stiffness, cold stiffness, and cadaveric spasm. تعال الأول نخلص من heat stiffness. الheat stiffness اكتب عليها من اسمها حرارة، يبقى أكيد نتيجة الحرارة. بيحصل protein coagulation. بيحصل حاجة اسمها toxin habitual. بتبقى بين كمية. خلاص خلصت الايه؟ الheat stiffness. ايه heat stiffness؟ لو جينا نمسك تاني ديفينيشن، يعني ايه ستيفنس؟ ستيفنس ديو تو بيرن، واحد اتحرق وحصل له سبازم او ستيفنس لعضلاته نتيجه للحرق. دي بقى برضه ليه؟ حطينا البيضه على النار واتجلطت، المصل البروتين حصل لها بروتين كوافيريشن. يبقى حرق العضلات بتاعتنا عندنا بروتين كوافيريشن. ديس لايك اوصفه لي. فين الميت ده؟ المحروق. هسمعها في الثيرمال انجرس. ربنا ما يقولك كان حادثه كبيره قوي مصر بني سويف واتحبسوا، كان عدد كبير، انا مش فاكره دلوقتي عدد كام، بس عدد كبير اتحبس ووقع مش عارفين يتحركوا. الصوره يعني اللي استحملها اوريها لك، كلهم متفحمين وجايين لهم حاجه اسمها بوكسر اتيتشود. عارفين البوكسر اتيتشود اللي هو اسم تاني ليه؟ البيوجيليستيك اتيتشود، جايه من رياضه المصارعه والملاكمه، بيوجيليزم، رياضه سخيفه وعنيفه رياضات. انا يعني غير ادمي، انت ليه بتعملي في نفسك كده؟ وليه بتعملي في نفسك كده؟ بتعزم نفسك زي محمد علي كلاي الله يرحمه، بعد ما مات قبل ما يموت كل زهايمر ولا فاكر اسمه ولا فاكر، قال لك بالدرجات بيجي لهم هامرج، بيجي لهم حاجات مصيبه. يعني انت يعني ازاي بتبني نفسك بالتهربه كده؟ فالرياضات انا مستغربه، زي رفع راية مصر وجايب لك واحد اللي فات ده مش عارف كان مين. طبعا ده اخد استيرويد، من بلبع استيرويد عشان ايه يعني؟ هو المنظر ده تلاقي اخد شعاب وفيديو وبريكشن ونيله ويجوا يتعالجوا. كسبت ايه عشان تاخد من الدنيا ولا انت يعني دي ليك ربنا ليك؟ اسمكوا ده ليك ربنا؟ حافظ عليك دي بتاعت ربنا. الاحسن ده بيحل ما نعرفش الرياضه انا عندي اولاد يعني طبعا انا مش بحبش الرياضه خالص. ايه ستريس طيب ليه؟ الالعاب العنيفه اللي هي الرياضات. الميت ده احنا بس بنلعب يا اولاد، ما فيش حاجه اسمها المدرب بتاعي في المدرب فاهم، المدرب لا فاهم ولا ايه. انا تحت ده في دكتور في الجنب، ده دكتور من ايام بتاع المحاضره اللي فاتت. لا عايز اكل اكل معتدل، العب يلا رياضه جميله، كل الصبح كوتشينات كوتشينات كوتشينات. لا ده انا اكل كوتشينات يا جماعه، فين بعد ما خلص في واحد اخد جايزه مش فاكره اسمه بتاع حتى في البيت اسمه الراجل الناس اللي ماتوا في بتوع بني سويف كلهم نايمين عاملين كده ما ده البوكسر اللي هو فلاكسد لور فلاكسد ابر اند كلانشد هاند كده، يبقى عامل لك كده. فهم نايمين عاملين كده، الظباط ايه